بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين. ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. هل كان السيستاني حكيما في السكوت عن الاحتلال الأمريكي للعراق؟ ولماذا سكت؟ هل خوفا من تكرار تجربة ثورة 20 أم ماذا؟ في البداية أود أن أقول أني لا أنكر المواقف العظيمة والمهمة والتاريخية التي وقفها السيد علي السيستاني حفظه الله، سواء في إقرار الدستور وإقرار النظام الديمقراطي ودعم هذا النظام، أو في المحافظة على الوحدة الوطنية في العراق، أو في مكافحة داعش. له مواقف تاريخية فعلا، ونحن عندما نطرح هذا السؤال لا نريد أن نسقط مرجعية السيستاني، هي أكبر من عندي وأكبر من أي واحد حتى يسقطها، وهو ليس بحاجة إلى دعمي. ولكن في الحقيقة نحاول أن نبحث عن بعض الجوانب. يعني أنا أعتقد أيضا المراجع ليسوا معصومين، وهم يمكن أن يخطئوا أيضا، يمكن يشتبهوا، يمكن تحليلاتهم تكون خطأ، يمكن يعني نظراتهم التاريخية لبعض الأمور قد لا تكون دقيقة، وهي تدفعهم إلى اتخاذ بعض المواقف. والمفروض في النظام الديمقراطي الذي نعيشه اليوم ليس فقط المشاركة في صناديق الاقتراع ثم تزور الأصوات، أو انتخاب نواب مثلا ينتخبون حكومة، إنما الثقافة الديمقراطية أعم وأشمل بالحقيقة. الثقافة الديمقراطية يعني كل إنسان يكون هو مسؤول ويكون واعي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل واحد لازم يفكر حول ما يجري في البلد أن هذا صحيح أو لا، وما هو الموقف المطلوب تجاه أي قضية. وهذا ما يمنع أيضا أن نوجه القادة والزعماء وننتقدهم ونحاسبهم ونغيرهم ونبدلهم، كما نبدل أيضا حتى النواب، نبدل حتى المراجع. إذا مرجع شفناه قاعس، شفناه خاذل، شفناه مثلا خربط أو ما افتهم في موضوع معين، فنحن لسنا ملزمين بتقليده ولا باتباعه ولا باستماع إليه، إنما العقل يقول لنا استشارة الفقهاء فيما نجهله. أما إذا علمنا شيئا معينا واتضحت لنا صورة، فنحن لا يجوز لنا أن نقلد واحد آخر، لأنه هو أعلم، هو أفهم، هو كذا وكذا، لأن التقليد أساسا ما موجود في القرآن الكريم، ولا النبي مؤكد عليه، ولا أهل البيت. فإذا هذا التقليد عادة، بس ما أقول بدعة، أقول عادة جرت في القرون الأخيرة عند الشيعة اللي كانوا يعيشون في ظل نظرية التقية والانتظار في عصر الغيبة الكبرى، أنه لا يجوز لأي أحد أن يشكل دولة أو يقوم بثورة أو حكومة أو ما شابه. في ظل هاي النظرية نشأت المرجعية. الآن هناك تطور كبير حاصل عند الشيعة بالذات، يعني أقصد مثل أقاموا حكومة إسلامية في إيران، حكومة قائمة على الدستور وعلى النظام الديمقراطي، وكذلك في العراق، ولديهم حركات مقاومة في لبنان، في سوريا، في أفغانستان، في بلاد أخرى. يعني هناك حركة نهضة صار عند الشيعة، بدل الفكر القديم اللي كان يقولهم انتظروا ناموا، انتظروا صاحب زمان يطلع. وهذه النهضة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإيجابيات أن الشيعة استقلوا وأقاموا حكومات وأصبحوا سادة في بلادهم، ولكن هذه النهضة فيها أيضا سلبيات، أن بعض فصائل هذه النهضة الشيعية مثلا لا يؤمنون كثيرا بالديمقراطية، يؤمنون بالاستقلال، يركزون على الاستقلال أكثر، على مقاومة المحتلين والصهاينة والمستعمرين، ولكنهم في البعد الديمقراطي ضعاف،
في حين أن بعضهم مثلا يركز على موضوع الديمقراطية والحرية والتعددية، ولكنه في البعد السياسي العام في موضوع الاستقلال هو ضعيف أو لا يتحدث عن الاستقلال. قد يرى أنه ممكن الجمع بين الهيمنة الاستعمارية والاحتلال وبين الديمقراطية، لا يرى تناقضا كبيرا بين هذين الاثنين رغم وجود تناقض. والبعض أيضا من كلا الطرفين، من يؤمن بالاستقلال ومن يؤمن بالديمقراطية، لا يعمق الثقافة الديمقراطية في البلد، يعني في هياكل ديمقراطية ولكن لا توجد ثقافة ديمقراطية أصيلة. فالثقافة القديمة الميتة المخدرة الطائفية مثلا لا تزال تهيمن علينا. وأيضا هناك بعد ثالث أو بعد رابع بالحقيقة، الاستقلال والديمقراطية والثقافة الديمقراطية، وأيضا الوحدة الوطنية، المحافظة على الوحدة الوطنية بمختلف الوسائل. الوحدة الوطنية طبعا تتحقق في نظري وتزول الطائفية بدرجة كبيرة، يعني وليس 100% في حالة إقامة نظام ديمقراطي عادل. إذا أقمنا نظام ديمقراطي عادل فهو الذي يجمع الناس، بينما الدكتاتورية هي التي تفرق الناس، هي التي تمزق المجتمع وتبث العداوة بين أبناء المجتمع. فإذا كان عندنا وحدة، وهي يجب أن نحافظ عليها في نهضة المسلمين، أنا لا أتحدث عن الشيعة فقط، ولكن الشيعة كفصيل كان يحمل ثقافة ميتة قبل 50 سنة، والآن نهض والتحق بالأمة الإسلامية التي كانت تناضل منذ 100 عام أو أكثر، يعني في مناطق مختلفة تناضل ضد الاستعمار، ضد الصهيونية، ضد التجزئة والتفرقة، تفرقة البلاد العربية والإسلامية، وأيضا تناضل من أجل الديمقراطية. فهناك حركة إسلامية عامة وعربية وكردية وتركية وفي كل مكان، هناك حركة كانت تحمل هذه الأهداف المختلفة، ولا ترى يعني انفكاكا بين هذه الأهداف. الوحدة لا يمكن تتحقق في ظل الاستعمار، الديمقراطية أيضا لا يمكن أن تتحقق في ظل الاستعمار، الاستقلال طبعا هو مطلب أساسي، ولا يمكن أن نكتفي بالاستقلال ونسحق الديمقراطية أو نسحق الوحدة، كما مثلا في نظام صدام قد يكون مستقل ولكنه كان نظاما دكتاتوريا فدمر المجتمع ودمر البلد وأدخله في حروب وحطم البلاد، ولا تزال هناك أنظمة قد تكون نسبيا مستقلة ولكن ما عندها ديمقراطية، وهناك أنظمة عميلة صرفة، يعني صراحة لا عندها ديمقراطية ولا عندها محافظة على الوحدة الوطنية، تمزق المجتمع طائفيا وعنصريا مثلا، وتمزق الأمة عموما، تمثل حروب في داخل الأمة الإسلامية، فتعادي هذا البلد أو ذاك على أسس عنصرية. احنا عندنا مشكلة الآن، الاستعمار مهيمن علينا منذ مدة طويلة، منذ الحرب العالمية الأولى بشكل أو بآخر. أخذنا استقلالنا، كثير من البلاد العربية أخذت استقلالها، ولكن استقلال اسمي كان، لأنه عملاء الاستعمار كانوا يحكمون ومن وراء الستار كانوا ينفذون مخططاتهم. احنا كنا قبل 15 سنة مثلا بالعراق نعاني من الدكتاتورية، فجاء المحتل الأمريكي ورفع شعار أنه إحنا جايين نحرر الشعب العراقي. طبعاً هو كان الأمريكا كانت تدعم نظام صدام حسين، ووزير الدفاع الأمريكي السابق هو الذي أعطاه الأسلحة الكيميائية لكي يضرب شعبه، وكان أعطوا أسلحة وجندوا له القوى المختلفة في المنطقة وعملائهم في المنطقة لكي يدعموه ويدفعوه إلى محاربة إيران مثلاً، وقمع شعبه ما كان يهتمون بهذا الشيء. مرة واحدة صار عندهم أجندة لتحطيم العراق، فرفعوا شعار الديمقراطية ونحن جئنا لكي نحرر الشعب العراقي من الدكتاتورية، من دكتاتورية صدام، وقاموا بغزو العراق. في مقابل هذا الغزو
كان موقف المرجعية الدينية في النجف. هذا ما نحاول أن نتحدث عنه اليوم. وعلى رأس المرجعية سيد علي السيستاني، يعني هناك مراجع أربعة، الشيخ بشير النجفي والفياض والحكيم وسيد السيستاني، وقبلهم كان مرجع سيد محمد الصدر اللي قتله سيد صدام حسين. طيب، هل كان يجب أن يقف الشعب العراقي دفاعا عن صدام حسين ضد القوات المحتلة؟ والقوات المحتلة فعلا كانت تريد تحرير الشعب أم كانت تريد تدمير العراق، احتلاله وتدميره وتحطيمه؟ المرجعية، المراجع الأربعة في النجف، أصدروا بيانا أثناء الاحتلال بعد قيام القوات الأمريكية بغزو العراق. في البداية أصدروا بيانا مشتركا وقرأه السيد عدنان البكاء من التلفزيون العراقي أيام صدام حسين، ويدعون لمقاومة هذا الغزو وما يجوز أحد يتعاون وياه ورفضه. عندما وقع الغزو بعد خلال أسبوعين ثلاثة سيطر الأمريكان على العراق وصدام هرب. طبعا الشعب ما كان عنده أسلحة حتى يقاوم، الشعب كان أعزل، الأسلحة كانت فقط عند مخابرات صدام وجيوشه الخاصة وجماعته اللي مخبيها في مراكز ومخبين أسلحة أموال معاها. والشعب كان أعزل، ما كنا نتوقع أن هذا الشعب يبدأ يقاوم أمريكا، ومع ذلك قاوم في عدة مناطق، صارت مقاومات في الفاو، في الناصرية، في النجف، في فلوجة، في مناطق هنا وهناك صارت مقاومة. ولكن بصورة عامة المرجعية لم تصدر بيانا بعد ذلك بوجوب المقاومة، رغم أن الأمريكان في البداية قالوا نحن جئنا لكي نحرر الشعب من صدام حسين، ولكن بعدما استقروا بالعراق أعلن بوش أننا نحتل العراق. راح الأمم المتحدة قالوا نحن نحتل العراق. طيب، هنا المفروض في من يدعي الزعامة والقيادة الدينية والسياسية لهذا الشعب أن يقول كلاما، يقول شيئا، أن يصدر بيانا، يصدر موقفا. هل كان يجب على السيد السيستاني وبقية المراجع أن يستنكروا هذا الاحتلال، أن يقولوا هذا احتلال غاشم وغير صحيح، وأنتوا إحنا عندنا معركة مع صدام مثلا، كنا نعاني من صدام ولكن لا نقبل بالاحتلال، المفروض أن تخرجوا ويجب أن تخرجوا بسرعة؟ هذا موقف كان بديهي، أي بلد الآن يتعرض إلى احتلال، قادة البلد السياسيين أو الدينيين أو قادة المجتمع زعماء العشائر يصدروا هذا البيان أنه إحنا ما نقبل بالاحتلال، هذا احتلال مرفوض ويجب أن تخرجوا، ومن وقع معكم أي اتفاقية؟ هذا الموقف السيد علي السيستاني لم يتخذه. لماذا؟ نحاول أن نفهم هذا الشيء. احنا طرحنا هذا الحوار وأجتنا أجوبة كثيرة من الأخوة أنه نعم، يعني هذا كان شيء موقف جيد، أنا أقرأ المواقف وبعد ذلك أحاول أن أجد الجواب المناسب. هل كان السيد علي السيستاني على علاقة بالمحتل بأمريكا وبريطانيا من قبل عبر مثلا السيد مجيد الخوئي الذي جاء مع الاحتلال وهو صهر، أو سيد علي السيستاني وصهر الخوئي، وسيد مجيد كان متفق واضح علنا يعني، وجاء بهليكوبتر نزلوه بالنجف أو بالناصرية ثم جاء النجف، وهو كان مرتب أساسا حتى مرجعية السيستاني مثلا من قبل 10 سنين بعد وفاة السيد الخوئي. هل كان مثلا مرتبين المسألة ومتفقين حتى يختار واحد، وإذا صار احتلال، إذا صار غزو، إذا صار شيء هو يسكت ما يتكلم ما يقاوم ما يحرض الشعب ضدهم، أم لا؟ في إشاعات طلعت ونسبت إلى بريمر ونسبت إلى وزير الدفاع الأمريكي أنه إحنا أعطينا السيد 200 مليون حتى يسكت. هذا طبعا إشاعة رخيصة، سيد علي السيستاني ما يحتاج الملايين، عنده مليارات ما شاء الله،
المرجعية كلها عدم مليارات، وشنو قيمة المليون 200 مليون شو يسوون بين يعني، وماكو أي دليل عليها. حتى لو بريمر قال كلامه غير مقبول، كلامه غير صحيح، واحد معادي ده يقول في الكلام يتشوه المرجعية، فما نقبل هالكلام. ولكن هل كانت هناك علاقات سرية بين سيد علي السيستاني وبين بريمر مثلا بعد الاحتلال؟ علاقات علنية لم تكن موجودة. وبريمر في كتابه كاتب أنه أنا حاولت أتصل فيه ففهمني أنه ما يستقبل أي واحد من رجالات الاحتلال السيد علي السيستاني. بس عبر قنوات سرية، هل كان في رسائل متبادلة؟ هل كان في اتصالات؟ احنا شفنا ايضا السيد حسين الصدر اللي كان وكيل السيد السيستاني، هو استقبل وزير الدفاع، استقبل بريمر وزير الدفاع الامريكي جون باول، استقبله وتحدث معه بالاحضان وبالقبل، وكان شيء اعتيادي، واستمرت الاتصالات فعبر وسائط مثلا اي موقف كان يردوه ياخذه او ما ياخذه. وبالتالي هذا يلقي سؤال انه هل كان السيد علي السيستاني على علاقه بالمحتل لذلك لم يتخذ موقفا سلبيا ثوريا مطلوبا تجاه الاحتلال، ام ماذا، ام هو شنو كان يفكر، ولماذا اتخذ هذا الموقف؟ انا ارفض مساله الاموال، لا مساله سخيفه جدا وما تليق بالمرجعية، لأنه أنا أعتقد أنه أكبر من ذلك. هناك تحليل يقول بأنه مرجعية النجف الحوزة اتخذت عبرة مما جرى في ثورة العشرين. ثورة العشرين كان العثمانيين مسيطرين على العراق ضمن الدولة العثمانية، وكانوا على موقف معادي من الشيعة، واضح بالتاريخ احتلالهم لكربلاء وقمعهم وقتلهم وكذا، ويعني تمييزهم وإهمالهم، وكل المبررات كانت للشيعة أنه يمكن ينتفضوا ضد الدولة العثمانية ويلتحقوا بالقوات الغازية البريطانية، كما التحق ابن سعود، وكما التحق شريف حسين، وكما التحق نور السعيد، والضباط العراقيين اللي كانوا بالجيش التركي انقلبوا على الدولة العثمانية اللي هم كانوا موظفين فيها وضباط، خانوها يعني باللغة صريحة. ولكن موقف الشيعة كان موقف معاكس غير متوقع، وإذا بهم يصدروا بيانات ضد الاحتلال ويقاوموا، هم يقودوا المقاومة، يذهبوا بعمائمهم يحرضوا العشائر ويروحوا إلى الشعيبة في البصرة ويقاتلوا في الكوت وفي الناصرية وفي البصرة، يقاتلوا القوات المحتلة واعتبروهم احتلال. وعندما وقع الاحتلال أيضا البريطانيين قالوا جئنا محررين لا فاتحين، ثم تبين أنهم يريدوا أن يحتلوا العراق، فالعلماء أصدروا الفتوى، السيد الشيخ محمد تقي الشيرازي أصدر الفتوى بأنه يجوز اللجوء إلى القوة المسلحة لإخراج المحتلين. وصارت ثورة العشرين معروفة اللي بطول تاريخنا كنا نفتخر بها ونمجدها ونعظم أولئك الثوار، ولكن بعد ذلك جاءت المسبل سكرتيرة الاستخبارات البريطانية اللي كانت هي تدير البلد وترسم الحدود وتعقد العلاقات مع زعماء الأحزاب والطوائف، جاءت إلى الشيخ محمد رضا الأصفهاني الشيخ الشريعة، يعني شيخ الشريعة، وقالت له تعال شكل حكومة أنت باعتبارك زعيم الشيعة ومرجع الشيعة بعد وفاة الشيخ محمد تقي الشيرازي، وأخذ الحكم أنتو. فالشيخ رفض ذلك، فقالت له راح أعطي للسنة، راح ذاك الشيخ السني الصوفي أعطته تعال شكل الحكومة، وشكل الحكومة في ظل الاحتلال قبل أن يأتي الملك فيصل. ثم رتبوا الخطة اللي هو فيصل أيضا كان متعامل معاهم، جابوه سووا ملك وأجروا انتخابات حتى يوقعوا على اتفاقية الانتداب البريطاني للعراق. العلماء الشيعة فهموا هاي الخطة وحرموا المشاركة في الانتخابات، لكن يعرفون ماذا تهدف بريطانيا، حرموا هذه الانتخابات و
انعزلوا. طبعا حتى السنة يعني أيدوهم وسمعوا كلامهم واعتبرهم قادة وطنيين، مو قادة طائفيين لطائفة الشيعة فقط. ثم بعد ذلك البريطانيا في ظل حكومة سعدون قاموا بتهجير العلماء القيادات، سيدنا الحسن الصفهاني والشيخ الخالصي، أي واحد قاوم الإنجليز وقاطع الانتخابات سفروه من العراق، أنت أجنبي يطلع برا. ثم عاد المراجع ولكن بشرط عدم التدخل في السياسة، من سيدنا الحسن الصفهاني إلى سيد الخوئي، أنه مرجع يهتم فقط في المسائل الدينية ما يتدخل في السياسة، ما عدا بعض الزعامات العراقية المرجعية كالشيخ كاشف الغطا، محمد حسين كاشف الغطا، والسيد محمد باقر الصدر، وبعض العلماء من هنا وهناك اللي كانوا يتدخلون بالسياسة. فصار نوع من تهميش للشيعة في ظل النظام الملكي وما بعده، بني الجيش وبنية الدولة والدوائر وكل شيء، وكلها من طائفة واحدة تقريبا، وشوية بهم مثلا من الشيعة، لأن الشيعة أيضا حرموا المدارس، علماء حرموا المدارس الحكومية، وحرموا الدخول في دوائر الدولة، وحرموا المشاركة السياسية، وحرموا كل قاطعوا يعني. فرغم أنه الشيعة عددا كطوائف نتكلم هم أكثرية الشعب العراقي، ولكنهم حرموا من المناصب المهمة والرئيسية، والحكم ما كان بيديهم، كان بيد الآخرين. فلذلك هذا دخل في وعي بعض المراجع أنه إحنا بثورة 20 غلطنا وأخطأنا أن قاومنا الإنجليز، كان يجب أيضا أن نكون عملاء لهم ونتعاون وياهم ونسق وياهم حتى يعطون الحكم. إنه الآن أمريكا أجت وإحنا خلنا نأخذ الحكم، إنه ليش نخلي الحكم يروح للسنة؟ وخاصة بريمر أيضا كان يهدد، ما سمعون كلامي أنا أجيب السنة يحكمون، أعطي الحكم للسنة. وحتى الآن حتى الانتخابات الأخيرة قبل 4-5 أشهر أيضا كان هناك تصريحات للسفير الأمريكي نقلت سرا أنه خلنا نأخذ الحكم من الشيعة نعطيه للسنة، وهذا بعض الناس قاموا يرجفون ليكون يأخذون الحكم من عندنا. طيب هذا أدى إلى يعني قد يكون الله أعلم أنه السيد السيستاني أو المرجعية أو القيادة النجفية تفكر أنه إحنا لن نكرر غلطة ثورة 20، كما يتضح من بعض المداخلات الأخوة كثيرا ما ركزوا على هاي النقطة. أسأل بعض الأخوة قالوا أمريكا جابت لنا الفيسبوك وجابت لنا الانترنت وجابت لنا كذا، فأدنا شيء حرية إذا نخلي نرحب بيها، وهذا مو احتلال، هاي تحرير، تحرير وإحنا مع التحرير وما نقاوم وخلي نستسلم. طيب أنا سمعت أتحدث عن النظام العراقي الآن اللي هو تحت الهيمنة الأمريكية، وأمريكا يعني جابت الناس وجابت أنظمة، وحتى الدستور كان لها يد في رسم هذا الدستور، رغم أنه يعني النواب هم سووا الدستور وكان في انتخابات حرة، ولكن بالتالي فرض نوع من الدستور، هذا الدستور البرلماني يعني النظام البرلماني وحكومة المحاصصة حتى من عن الطريق يهيمنوا على البلد. ثم شوفوا أنتوا لا ما يعد صارخ 15 سنة، لا ماي لا كهرباء لا صحة لا تعليم لا كذا، كل شيء بلد مدمر، لا صناعة لا تجارة لا زراعة لا أي شيء، والعراق في سبيل يعني ديتج نحو التصحر والانهيار والزوال. ولا شك البعض يلومون بعض النواب وبعض الوزراء أو رؤساء الوزراء ما يشوفون أن هذا النظام كله في ظل الاحتلال، فماذا حصلنا من هذا الاحتلال؟ صحيح صار في حرية نسبية وانتخابات شكلية وديمقراطية، بس بالنتيجة الآن شوف واحد الأمن مفقود، واحد ما يقدر يتكلم بما يريد أو يعمل بما يريد، لأنه في تداخل، في تداخل وفي اعتقالات وفي قتل وفي اغتيالات وفي كل شيء، فالأمن أيضا مفقود بالحقيقة بصورة نسبية. أنا ما أتكلم بصورة مطلقة، ولكن أريد أن أحلل موقف السيد السيستاني، أنه هل كان حكيما في التخلي عن موضوع يعني مقاومة المحتل
صحيح هو ما أصدر فتوى بتحريم المقاومة كما أشيع في يوم من الأيام سنة 2004 أيام المعارك اللي كانت بين التيار الصدري جيش المهدي وبين الأمريكان أيام علاوي، طلعت إشاعة أنه المراجع حرموا المقاومة المسلحة ونفوها بعد ذلك، قال ما كنت شيء. طيب ولكن ألم يكن يجب عليهم على السيستاني أن يتخذ موقف تاريخي أنه صحيح أنتوا جيتوا قلتوا إحنا جايين محررين شو صرتوا محتلين، فإحنا نرفض هذا الاحتلال باسم الشعب العراقي، باسم الشيعة، باسم الشعب العراقي، باسم المسلمين عموما، باسم العراق، أنه أنتوا هذا الاحتلال مالكم مرفوض ويجب أن تخرجوا بسرعة، لأنه كل ما يهيمنون كل ما يسيطرون كل ما راحوا يدمرون البلد أكثر، وكل ما راح يحطمون كل شيء في البلد ونبقى تحت هيمنتهم. حتى داعش من جابوها واجوا احنا وياب احنا نقاتل ضد داعش، دمروا مدينة الرمادي ودمروا مدينة الموصل ودمروا قتلوا ناس أبرياء، ولا تزال داعش موجودة داخل العراق وعلى الحدود، وإذا واحد راح قاوم داعش على الحدود إذا مترين ثلاثة طب الحدود السورية يجون يقصفوه، أنت ما لك حق تلاحق داعش، داعش حاطيه عند الشغل شغل وياها، فما يصير تقضون عليها بصورة كاملة ونهائية. يعني لعبة مبين من أول يوم، مبين لعبة داعش أنه أنتوا تخضعون إنا ولا نسلم الحكم ترى لداعش ومن والاها. وش وقت ما تمردتوا علينا وش وقت ما يعني ناديتوا بالاستقلال الحقيقي فسوف نبعث لكم مو داعش وحدة دواعش عديدون. ف يعني هذا الموقف أنه نحن هل يجب أن نستقل ونطالب الاستقلال التام ومقاومة المحتل ونضع خطة كاملة دقيقة شاملة مو بس بالكلام يعني أنا أقصد، أو لا خلي يمكن إحنا في ظل الاحتلال والتعاون مع المحتل. هناك من يقول، شوف التعليقات اللي جتنا، أنه لا إحنا نتعاون مع أمريكا وأمريكا هتبني البلد وأمريكا هتعمرنا، كأنه أمريكا محروق قلب علينا ما تريد تستغل ثرواتنا وما تريد تحطم قوتنا وما تريد تحطم صناعتنا حتى إسرائيل تكون في مأمن ولا يكون في يوم من الأيام واحد يفكر بإزعاج إسرائيل، أو العراق انضم إلى محور المقاومة مثلا ويشكل قوة في المنطقة، قوة من إيران، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، وتركيا تنضم إلهم مثلا ويشكلون قوة عظمى في المنطقة. لا هذا ممنوع، هذا ما يصير يحدث، ولازم تجي أمريكا تقعد بالنص على الحدود حتى تمنع الجناح الشرقي عن الجناح الغربي وما يصير محور مقاومة. طيب هنا الكلام أن المرجعية هل تتابع هذه الأمور أو لا، أدى موقف مسبق بأي شيء كان التحليل ما أدري الآن، في تعاون، في تنسيق، في تحليل خاطئ اللي مواصلين لنتيجة أنه يعني إحنا خلي نقبل بأمريكا وأيضا نلتزم بسياسة أمريكا بالمنطقة مو فقط في العراق. يعني إذا حدثت حرب في فلسطين أو ثورة في فلسطين إحنا ما علينا، في لبنان ما خصنا، في سوريا ما خصنا، في اليمن ما خصنا، في أي مكان إحنا عقال وقاعدين في حدود بلدنا وما نتدخل في أي مكان، هم يتدخلون مو مشكلة بس إحنا ما نتدخل في أي منطقة أخرى. هذا الالتزام يعني التقوقع، وفي ظل الاحتلال أنه إحنا بدنا نحافظ على النظام الديمقراطي. وين النظام الديمقراطي؟ هذا النظام الديمقراطي صار عندنا كله تزوير في تزوير وتدخل السفير الأمريكي في الانتخابات، ما صارت ديمقراطية حقيقية ولا صار بناء بالعراق ولا صارت نهضة عمرانية ولا المي حلينا حتى المي والكهرباء أيضا في سياسة استعمارية أنه لازم البلد يبقى متخلف وفقير ويخصخصون الكهرباء، بعدين تجي شركات رأسمالية محلية وأجنبية وتأخذ الكهرباء كمساهمة شخص يعني شركات خاصة. هناك من يفكر هكذا يعني، ولا ينظر إلى العلاقة بين تدهور الخدمات
والفساد الموجود المستشري والهيمنة الأمريكية على العراق وعلى المنطقة. طبعا في التحليل السابق أنه إحنا سوينا ثورة، طبعا هذا كان ثورة وطنية وإسلامية، وكان واجب العراقيين أن لا يخضعوا للمحتل، شيء طبيعي جدا ومحل فخر. ولكن الآن البعض الناس الجايين إذا ينتقدون تاريخنا المجيد، وحتى يبرروا عمالتهم، يبرروا خيانتهم، يبرروا خضوعهم وخنوعهم للمحتل وتعاملهم معه، وإلقاء اللوم كله على السنة، السنة أخذوا الحكم، هذا في خطأ، في مغالطة في الحقيقة. مو لأنه إحنا سوينا ثورة والسنة أخذوا الحكم أو بريطانيا أعطت الحكم للسنة، إنما كان هناك دور سلبي آخر للمرجعية الشيعية في تلك الأثناء وخلال 70-80 سنة الماضية قبل ما يسقط النظام، أنها هي انسحبت وهي حرمت المشاركة السياسية وهي حرمت حتى التعليم، حتى الدخول بالمدارس. يعني بعض الناس سمعوا بعض الناس ما سمعوا الكلام مال العلماء دخلوا، بس يعني والشيعة كانوا هم ما عندهم ما يفكرون بمحافظة على قوى لهم، ولذلك الحكم صار بيد أحزاب وبيد عسكر مثلا معين من طائفة معينة. الآن إذا الشعب العراقي اتحد وما قام يفكر سنة وشيعة وإحنا خلنا ناخذ الحكم، وذلك يقول لا خلنا ناخذه من عندهم، وذلك يقول لا ياخذوه من عندنا، وهالتنافس السلبي المحموم اللي يعني مسعر أيضا من قبل المستعمرين. إذا ما خضعتونا ما سمعتوا كلامنا ناخذ الحكم منكم نطيل آخرين، كما فعلنا بالشريف حسين عندما لم يوافق على بيع فلسطين أعطانا الحكم إلى ابن سعود. فهناك من السياسيين العراقيين اللي عندهم علاقة مع المرجعية، والمرجعية تفكر بهالطريقة هذه مع الأسف الشديد. ولذلك أنا أقول أنه الموقف ما كان يعني كان مفروض بالمرجع السيستاني رغم إنجازاته الإيجابية، أنا ما أريد أحكم عليه تماما، ولكن من حقي ومن حق أي إنسان أن يفكر أنه لماذا هذا اللي مصدر للمرجعية ويسمى زعيم الطائفة أو المرجع الأعلى، المفروض يؤدي واجبه، يؤدي مسؤوليته عندما يتعرض بلده إلى احتلال وإلى هيمنة، أن دائما يتابع. حتى في الاتفاقية التي وقعها المالكي سنة 2008 لانسحاب القوات الأمريكية، كان مفروض المرجعية تعطي رأيي أنه لا، هذه اتفاقية مثلا مذلة مو صحيحة كذا، حتى يكون المفاوض العراقي أقوى مع أمريكا. أيضا اتخذ السيستاني موقف الصمت ولم يعبر عن رأيه ولم يرفض أي شيء. يعني في مواقف بالحقيقة مثيرة وتثير الشبهة أنه لماذا هذا الموقف، هل كان حكيما هذا أم لا. الآن أمريكا تريد تعود للعراق، ما هو موقف المرجعية؟ أيضا هناك صمت، هناك صمت على هذا الشيء. في موقف جيد تجاه داعش، ولكن ما وراء داعش ما كأنه لا تعنيهم القضية هذه. لذلك أنا أقول الشعب العراقي ليس ملزما شرعا باتباع أي مرجع، باتباع أي شخص، لأنه قد يكون الله أعلم هو الموقف اللي يتخذه من يصوغه إلى منو يدعمه، منو يسويه، منو الحاشية كذا، يتخذون في الموقف معين. فيجب أن نكون أحرارا ونكون ديمقراطيين وننتقد المرجعية كما ننتقد السياسيين كما ننتقد الزعماء كما ننتقد أي واحد، هذا واجبنا مو حرام، هذا يجب على كل إنسان. مين يقول أنا والله هذا المرجع مثل ما تشوفون بعض الأخوة، هذا المرجع هو يفتهم، هو عنده علاقة بالإمام المهدي التقي به، هو عرفاني والتقي بالإمام، هاي خرافات وأساطير. هو إنسان عادي قد ما يكون عنده وعي سياسي كامل، قد ما يكون عنده وعي تاريخي واستراتيجي، وما يعرف شنو الأمور، مو بالضرورة هو يعرف كل شيء. يعني أصلا المرجعية تحاك وتصنع بأيادي مختلفة من هنا وهناك، هسه ما أريد أتحدث بالتفصيل عن الموضوع إن شاء الله وقت آخر، بس أقرأ لكم بعض المواقف حتى تشوفون يعني كيف الأخوة يفكرون مع الأسف الشديد. وأنا أعتقد
هذه المواقف نتيجة تقاعس المرجعية عن بيان الموقف الصحيح، خلت الناس يعتقدون والله صدق، خلينا نكون عملاء، خلينا نكون نرحب بالأمريكان. فراغ صار عندنا في التثقيف السياسي، المرجعية ما تكون بأي دور تثقيف سياسي، لذلك صارنا صورة مشوهة ومرتبكة، وبعدين نحن نغطس في بحر يعني الخضوع لأمريكا، ونقول ليش العراق ما يتقدم، ليش ما عندنا صناعة، ليش ما عندنا زراعة، ليش ما عندنا جيش قوي، ليش ما عندنا مي، ليش ما عندنا كهرباء، ليش ما عندنا صحة، ما كلها مرتبطة الأمور. ما يمكن تسوي نظام ديمقراطي في ظل الاحتلال، يجب أن تحافظ على استقلالك وتسوي نظام ديمقراطي وتوحد الشعب مع بعض، الأبعاد الثلاثة، الوحدة والديمقراطية والاستقلال، لا يمكن الفصل بينهما أو بينها بصورة عامة. الأخ يونس العقيلي يقول حفظ الله المرجع السيستاني، طبعا لست من مقلديه بس كلام مو منصف تجاه السيد السيستاني، ولولا الاحتلال لما أصبحوا حزب الدعوة بالحكم، ولا كانت زيارة الإمام الحسين، ولا بقي ابن صبحة يغني له أبناء الرفيقات يا محل النصر. هل هذا مبرر كافي يعني؟ الأخ أبو مروة الأنصاري يقول طبعا وأكيد، ولم يغلط غلطة العمر التي اقترفها أصحاب ما يسمى بثورة العشرين، والذي دفع ثمنها الأجيال من الشعب العراقي. الشيعة أو العراقيين دفعوا ثمن ثورة العشرين، ولد ثمن تقاعس العلماء وانسحابهم وتحريمهم من العمل السياسي. مورتي جاسم منتظر يقول هل يوجد غير الأمريكان من أعطى الحرية للسيد السيستاني حفظه الله؟ وهل تعتقدون عنده حرية كاملة الآن السيد السيستاني أو الشعب العراقي؟ أبو مرتضى الطائي يقول بصراحة أمريكا ليست محتلة، إنها محررة من وجهة نظر كثيرة من العراقيين، والمقولة تقول الحاكم الكافر العادل خير من الحاكم المسلم الجائر. لو كانت المعادلة فعلا هكذا يمكن نقول صحيح، بس من يقال أن أمريكا كافر عادل؟ كافر ظالم معادي يحطم البلد وينهب ثرواته. شوفوا ايش يسوي ترامب بالسعودية، يوميا ما أخذ فلوسهم ومهددهم فوقها. وأمريكا نفس الشيء، ترامب أيضا صرح العراق أنه إحنا صرفنا فلوس ولازم نسترجع فلوسنا بدون يأخذون ثروات العراق. مو قصة عادل ومعادل، يعني هاي مغالطة أيضا. أمريكا الكافر العادل خيرا من المسلم الجائر، خلينا نجيب أمريكا تحكمنا فد مرة أحسن كل شيء. محمد طالب شيخنا هو لو مو الاحتلال كان هسه إحنا ما عدنا فيسبوك ونتابع اطروحاتك النيره، ما ادري اذا يمزح الاخ ولا ده يسخر ولا شنو، ما ادري. ابو مسلم البصري يقول الذي يحلل هذا، يقول الذي اسكته السيستاني هو مبناه الفقهي المسمى بنظريه الحسبه، الذي يحدد وظائف صاحب هذا المبنى بالافتاء في بعض ابواب الفقه والاستخاره وصلاه الجمعه جماعه وقبض الحقوق الشرعيه وهو الاهم، ولا يرى له أي ولاية على الأمة لا من قريب ولا من بعيد، وهذا الرأي هو من أكثر الآراء شذوذا عند مشهور علماء الشيعة. يعني يقول مشكلة فقهية عنده أو فكرية. أمجد الحسيني يقول كان ولا يزال الاحتلال مطلبا شعبيا، ومقولات الوطنية والمذهب إلى آخرها أدى الشغل بالنسبة للإسلاميين وحتى المؤمنين منهم، هاي سوالف يعني يعيشون وراها. بعدين الأخ يقول خليل الصبيحي الحكمة تتقاطع مع من يرضى باحتلال بلده وسيتحمل وزر الفساد الذي انتشر في العراق بعد الاحتلال، والله أعلم. الأخ مهيمن الأيداني يقول أكيد القرار كان حكيم، يعني قرار السيد السيستاني بعدم مقاومة أمريكا ولا اتخذ موقف منها ولا مطالبتها بالرحيل. يقول لأن الوقوف بوجوههم كان أشبه بالجنون في ذلك الوقت، لأن بوش هدد صدام وقال له حتى لو خرجت من العراق سيدخل الجيش الأمريكي للعراق. يعني إذا مو قصة احتلال، مو قصة تحرير، هو يريد يحتل العراق، اللي قال ذريعة باسم صدام حسين،
وصدام استعاد أن يبيع العراق كله لأمريكا وما قبله من عنده. عندهم خطة لتحطيم البلد. منتظر نبيل عبد الأمير يقول أمريكا صاحبة فضل محررة وليست محتلة. حازم العبادي يقول هل كان السيستاني مرجعا في عهد صدام وهل كان يقبل هدايا الحكومة وقت ذاك من سيارات فاخرة وما شابهها؟ حسن آل بعوض يقول أحمد الكاتب المحترم كل عام وأنت بخير، أنا متيقن من أن هؤلاء الصبية عملاء المحتل لا يهزوك ولا يتعبوك بسوء أخلاقهم وما أكثرهم، وانحطاطهم الأخلاقي جعلهم لا يميزون بين المحتل والحاكم الظالم، فهم يفهموا بفهمهم السطحي أن نقد المحتل وعملائه هو تأييد لصدام أو للبعث، هذه عقولهم الصغيرة فهم كالأنعام بل أضل سبيلا. وكوني من أبناء الانتفاضة الشعبانية ضد الحكم والحزب الظالم فهذا لا يعني أني مع المحتل وعملائه وعملائه، وما أحقر أنصار المحتل وما أرفع أعدائه. الربيعي جودة الربيعي يقول حجينا وأستاذنا الرائع أحمد الكاتب، مضت فترة غير قصيرة وأنا ألتقي أحد كبار مثقفي حزب الدعوة وكنت ألتذ بمشاكسته وأهاجم الحوزة الدينية وهي تقف إلى جانب الاحتلال العثماني وتقاتل الإنجليز، وكنت أضحك كيف أن الشريف حسين والسنة يقفون مع الإنجليز ويسقطون فيلق عثماني كامل، والشيعة تفتخر بحصار الكوت، وأبدي عجبي الذي لا ينتهي أن آبائي قاتلوا مع من حرمهم أو حرمهم الكرامة وأسقط هيبتهم واستخف بهم حتى استخدمهم عبيدا لا يحق لهم أن يكون لهم قادة مجتمع طوال 400 سنة. نعم يحق لهم أن يكونوا جنودا أو خدما أو كادحين طبعا عدا أبناء الإقطاعيين، بينما السنة الضباط والباشوات والبقوات والأفندية وقفوا مع الإنجليز. أجابني قال هي المبادئ، فإخواني العثمانيون مسلمون وهؤلاء مسيح محتلون، فضحكت بقوة واستغرب من ضحكاتي فاستعجلت بالبيان، أستاذي من يرفع عني بسطال العثمانيين ويقول لي انهض أنت إنسان وسأدخل لك القاطرات وأهيئ لك دولة لها حدود وأحافظ لك على الموصل وكركوك وأخلصك من التبعية الذليلة إلى الحضارة والديمقراطية والمشاركة بالحكم بدلا عن بقائكم قطعان بشرية فاسدة. الكلام طويل، يعني في دول أخذت استقلاله وبنت اقتصادها أيضا، مو بالضرورة واحد يخضع للاستعمار ويقول خليه يبنون بلدي. حسن البعوض مرة أخرى يقول أعتقد أن هذه الأسماء كلها لشخص واحد وبنفس الأسلوب والمرض، لكن يدخل من أكثر من صفحة حتى يوهم الأحرار أن مناصري الاحتلال الأذلاء كثر، ما أحقر عملاء المحتل الأمريكي وأذلهم. يعني مو بالضرورة قد يكون واحد عنده رأي هيك، يعني ثقافة صايرة عند الناس أو رأي عام. حسن النايف يقول ما نفعنا مقاومة المحتل كما فعلنا مع المحتل البريطاني، كلها أخطاء قاتلة، كفى شعارات وتهريج، لماذا لم تعد وتحمل بندقية؟ لازلت بعقلية الشيرازيين لم تتحرر. الشيرازيين إذا كانوا هالشكل فأنا معاهم إذن. كاظم محمد بناحي يقول نعم كان صائبا، يكفي المجازر التي عملها المقبور صدام، ولو استغل أبناء البلد حكمهم بصورة صحيحة لكان الوضع غير الذي هو عليه الآن. يعني هذا كل تحليل أنه والله يعني إحنا أخطأنا بثورة العشرين. تعليقات كثيرة في الحقيقة، في عدة صفحات عندي نفس الموضوع هذا، وما أستطيع أن الوقت راح يصير طويل وما أستطيع أن أغطي كل التعليقات، ولكن أقول يعني المفروض يعني أن الآن ما علينا ثورة العشرين وما علينا بالتاريخ السابق، أن لا يمكن نحن أن نبني نظاما ديمقراطيا حرا إلا في ظل الاستقلال، وما دام أمريكا تهيمن علينا بأي وسيلة وتدخل عبر الزواريب بالمجتمع، ما دام إحنا متفرقين في أمريكا راح تتدخل بينا، يجب أن نتحد ونتآخى تماما ونترك الطائفية والمنافسة الطائفية ونأخذ استقلالنا حتى نعيد بناء بلدنا من جديد. بغير ذلك ما عندنا لا حرية ولا عندنا ديمقراطية ولا عدالة
ولا بناء أي شيء في هذا البلد، والحوار مستمر. لا أي واحد يحب يواصل الحديث ربما نعود مرة أخرى لهذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.